الثعلب طائر ميج 31، الكابوس الروسي المخصص لسحق طائرات الشبحية الأمريكية. أشعلت الحرب الأوكرانية فتيل حرب عالمية من الدرجة الثانية، وبالنظر لموقع أوكرانيا الجغرافي نجد أن حدودها تشترك ورثة الاتحاد السوفيتي روسيا من جهة، ومن الجهة الأخرى مع حلف ناتو الذي تتزعمه الولايات المتحدة وتدير جميع ملفاته. لا تشير المعطيات بأن هذا الصراع سيبقى حبيس الحدود الأوكرانية، فالحلفاء الغربيين بدأوا بحشد منصات صواريخهم وأحدث طائراتهم في دول شرق أوروبا تحسباً لأي توسع روسي آخر. كذلك الأمر بالنسبة لروسيا التي شكلت حزاماً عسكرياً على طول حدودها يتضمن أسلحة ردع وتفوق عن الأسلحة التي حشدها الناتو. المقاتلة السوفيتية ميج 31 الملقبة باسم الثعلب الطائر أو الشرير هي طائرة تفوق جوي اعتراضية من الجيل الرابع، وهي ورقة بوتين الرابحة لحسم أي مواجهة جوية مع الدول الغربية. على وجه الخصوص مقاتلات الولايات المتحدة F-22 التي وصلت بولندا مطلع أغسطس آب الفات، نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مراجعة شاملة لقدرات ميج 31 أسطورة التفوق الجوي الروسي. التسليح والقدرات القتالية. تمتلك ميج 31 10 نقاط تعليق مخصصة لحمل صواريخ جوجو بطرازات مختلفة، حيث تستخدم صواريخ R-60MK للاشتباك الجوي قصير المدى يتم توجيهه بواسطة الأشعة تحت الحمراء، ويبلغ مداه 8 كيلومترات فقط، أما سرعته فتبلغ 3.2 ماخ. وتستخدم صواريخ R-40TD لضرب الأهداف الجوية متوسطة المدى، ويتم توجيه هذا النوع من الصواريخ بواسطة نظامي توجيه، الأول بواسطة الأشعة تحت الحمراء والثاني بواسطة رادار مدمج في جسم الصاروخ. يبلغ مدى الصاروخ 80 كيلومتراً ويمكنه تحقيق إصابات قاتلة ودقيقة جداً ضمن نطاق 50 كيلومتراً. كما تستخدم صواريخ لضرب الأهداف الجوية من مسافات بعيدة من طراز R-37M وR-33، يتم توجيه هذه الصواريخ بعدة أنظمة تعمل معاً، هي نظام الرؤية البصري ونظام الرؤية بالأشعة تحت الحمراء ونظام الرادار المدمج النشط ونظام القصور الذاتي. تبلغ سرعة الصاروخ 6.4 ماخ، ويمكنها ملاحقة الأهداف الجوية كالصواريخ البالستية والمناطيد والطائرات الحربية وضربها من مسافة 400 كيلومتر، وهذه المسافة كافية لجعل طائرات الأعداء في مرمى نيران ميج 31، بينما تكون هي آمنة وخارج نطاق المسح الراداري للعدو. إضافة إلى تلك المجموعة الخطيرة من الصواريخ، تمتلك ميج 31 رشاشاً مزدوج الفوهة من طراز GSH-23L، يستخدم هذا المدفع ذخائر ذات مقذوفات متشظية من عيار 23 ملم، يمكنه إطلاق 3600 طلقة في الدقيقة الواحدة، ويبلغ مداه 7800 متر. النسخ الحديثة من ميج 31 المرمز لها بميج 31MK وميج 31M خضعت لكثير من التعديلات، منها تعديل نقاط التعليق ونظام الرادار، حيث أصبحت قادرة على حمل صواريخ كينجال التي تبلغ سرعتها 10 ماخ، وقادرة على تدمير الأهداف البحرية والبرية على حد سواء. المواصفات العامة. يبلغ طول طائرة السوفيتية 22.65 متراً وعرضها 13.45 متراً وارتفاعها 6.45 متر. أما وزنها فارغة فيبلغ 21.670 كيلوغراماً، ويبلغ وزنها عند أقصى حمولة 46.800 كيلوغرام، منها 16.000 كيلوغرام وزن الوقود الداخلي فقط. ميج 31 طائرة ثنائية المقعد، ولا يتوفر أي إصدار منها بمقعد أحادي، وينقسم الطاقم إلى طيار لقيادة الرحلة وضابط نيران يؤدي المهمة القتالية. أما المحرك فهو محرك جبار وفائق القوة بالنسبة إلى طائرة تم تصنيعها قبل نحو 50 عاماً،
حيث تعمل بزوج من المحركات من طراز سولفيوف دي 30 اف 6، ولكل محرك حارق لاحق خاص به يولدان معا قوة 305 كيلو نيوتن، مما يتيح للطائرة التسلق بسرعة تبلغ 290 مترا في الثانية إلى ارتفاع 20600 متر، ويمكنها من التحليق بسرعة 2.8 ماخ، أي ما يعادل 3000 كيلومتر في الساعة. أما نطاق العمليات فيبلغ 2800 كيلومتر مع خزانات الوقود الداخلية، ويمكن زيادته إلى 4100 كيلومتر عبر الخزانات الخارجية أو التزود بالوقود جواً لبعض النسخ. الرادار. وبسبب الإمكانيات الفريدة لنظام الرادار الإلكتروني داخل الطائرة، فقد أطلق الطيارون الروس على الطائرة لقب محطة رادار طائرة، وتشكل أساس هذا النظام منظومة التحكم بالسلاح زالتون المجهزة بأول شبكة هوائية ضابطة الطور في العالم. ويتميز هذا الهوائي عن الرادار الكلاسيكي بأنه يسمح بانتقال الشعاع بوجود الهواء الثابت، وبتشكيل الكمية الضرورية من الأشعة لتتبع عدة أهداف في وقت واحد. ويستطيع نظام زالسون الكشف عن 24 هدفاً على بعد 200 كيلومتر، ويختار جهاز الكمبيوتر الموجود على متن الطائرة أخطر 4 أهداف، ويوجه نحوها صواريخاً من فئة جوجو للمسافات البعيدة. وبالنسبة للأهداف الأربعة الأخرى فيتم التعامل معها بواسطة صواريخ للمسافات المتوسطة والقصيرة، أو تحول إحداثياتها إلى المطاردات أو إلى أنظمة الصواريخ المضادة للطائرة المرابطة على الأرض. بالنسبة لنظام زالسون المحدث الذي بدأ تزود القوات العسكرية به منذ عام 2008، فقد ازدادت المسافة القصوى للكشف عن الأهداف إلى 360 كيلومتر بزاوية مسح أفقي تبلغ 80 درجة، وبزاوية مسح عمودي تبلغ 42 درجة. التاريخ التشغيلي. حلقت ميج 31 لأول مرة في عام 1974، ودخلت الخدمة في سلاح الجو السوفيتي منتصف العام 1981، ولم يتم تصديرها سوى خارج مجموعة الدول السوفيتية إلا عقب انهياره عام 1991، وبقاء نحو 40 طائرة خارج سلاح الجو الروسي، ليتم تصدير نحو 140 طائرة منها إلى الجزائر والهند وسوريا والصين وبعض الدول الحليفة لروسيا، بينما تمتلك روسيا ما يزيد عن 400 مقاتلة من طراز ميج 31، ثلث هذا العدد يخدم في قطاع الحدود الروسية الشمالية لمواجهة أي تهديدات قطبية كالقاذفات والأقمار الصناعية والصواريخ الباليستية. خضعت ميج 31 للعديد من الترقيات، شملت الرادار وقمرة القيادة وأنظمة الملاحة والاتصال ونقاط تحميل الأسلحة، ومن المقرر استمرار خدماتها حتى العام 2040. أما تاريخها القتالي، فيمكن القول أن روسيا لم تخض أي حرب أو عملية عسكرية دون أن تشارك فيها ميج 31. كان آخر مشاركتها خلال الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الجاري، وتمكنت من تدمير منظومات دفاع جوي ومحطات رادار، وأسقطت عشرات الطائرات الأوكرانية، وتتمركز 6 طائرات منها في قاعدة حميميم الجوية الروسية في الساحل السوري. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لقدرات المقاتلة السوفيتية؟ وبرأيك، هل هناك طائرة تتفوق عليها من ذات الفئة والجيل؟